أول مساعد وزير في وزارة الأوقاف إن شاء الله، وهنبدأ ربما خلال الأسبوع ده نعلن عنه، هيكون مساعد الوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية. يعني هيبقى حد شخصية ذات خبرة دولية عالية هيتولى مساعد وزير الأوقاف لشؤون الدعوة الإلكترونية، وهيكون من المتخصصين. نعمل بكل ما أوتينا من قوة تدينا ووطنية، وكما ذكر زميلنا الدكتور بكر زكي عوض تأصيلا من كل الجوانب، من القرآن الكريم، من السنة النبوية، مما ورد في الإنجيل عن الإيمان بحق الآخر في العيش الكريم، في التنوع، المواطنة الكاملة. نسعى إلى ترسيخ أسس المواطنة وتجزيرها تربية في النشأ، في الشباب، في كل المجالات. الحقيقة لا ينبغي، وإن شاء الله بإذن الله بنؤكد أننا لا نقف عند حدود لقاءات على مستوى القيادات أو على الندوات أو المحاضرات، إنما هناك عمل يجري على الأرض. فكر القاضي، وهذا ليس كلاما للمزايدة ولا بخاف من حد ولا بقول للمجاملة، النموذج الوحيد اللي بيقدم رؤية عميقة للعيش المشترك في المنطقة ده هو نموذج مصر.